قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد خاوتنا الكرام، جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة يا خاوتي، معكم خوكم شرف الدين. كما عودناكم يا خاوتي نرد على كل الخونة وعلى كل من يتكالب عن الجزائر وخاصة الجيش الوطني الشعبي من أكاذيب ومعلومات مغلوطة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون تبيان الحقيقة من مصادرها. قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك ومرمدوا كل واحد يتكالب عن الجيش الجزائري في التعليقات، ما تخليوا لهم والو. في هذه اللحظات راهو يدور واحد الفيديو لطيار جزائري عسكري قام بالهبوط بتلك الهيليكوبتر في وسط الشعب. وبالطبع يا خوتي هذوك الخونة على الخارج وأعداء الجيش الوطني الشعبي استغلوا ذلك لترويج لمعلومات مغلوطة بأن هذه الهيليكوبتر أرعبت الأولاد وأرعبت سكان مدينة طمنراست. مش تشوفوا يا خوتي الجزائريين أنهم يستغلوا أصغر وأتفه الأسباب من أجل المساس بالجيش الوطني الشعبي. جينا في هذا الفيديو لنؤكد أن هذه مجرد أكاذيب وكل كلام تاع الخونة تاع الخارج كلام مغلوط. الحقيقة يا خوتي أن تلك الطائرة أو الهليكوبتر هبطت من أجل الصيانة، نعم هبوط اضطراري وليس هبوط في وسط الشعب كما يتم الترويج له. باش تشوفوا يا خوتي أن هذا الهبوط تاع الطيار الجزائري واللي بزاف المختصين قالوا بلي هبوط شجاع وهبوط كان في المستوى، فبالعكس الطيار الجزائري كان بارعا جدا وهبط الطيارة في المكان المناسب ولم يمس بأي مواطن جزائري. خاوتي من ولاية طمنراست اللي نوجه لهم تحية، خليوا لنا تعليقاتكم وأكدوا هذه الحقيقة اللي قلناها في القناة تاع ميديا ديزاد، أكدوا لهم باللي ذلك الطيار هبط اضطراريا لا من أجل إرعاب السكان كما يتم ترويج له. فشكرا للطيار الجزائري على تجنبه لكارثة متوقعة، ونقولوها تحيا الجيش الوطني الشعبي دائما وأبدا، زكارة فيكم يا الخونة تاع الخارج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.